والابن والروح القدس اله واحد امين. اهلا بكم في كنيسه الشهيد العظيم نبي الاسم الصديق. كنيستنا هي اول كنيسه في البلد على اسم الشهيد العظيم نبي الاسم في القطر ومصر كله، وانبنت سنه 316 ميلادي. طب المبنى اللي احنا موجودين فيه ده يعني مبنى جديد، مش قديم قوي لدرجه ان هو 316 ميلادي. المبنى اللي موجود حاليا بيعتبر هو المبنى الرابع او الكنيسه الرابعه اللي انبنت على انقاض الكنائس القديمه. يبقى الكنيسه القديمه انبنت سنه 316 ميلاديه، كنيسه ثانيه انبنت بعدها فوقيها، كنيسه ثالثه، ده يعتبر المبنى الرابع اللي هو انبنى على انقاض الكنائس القديمه. لما نيجي للكنيسه اللي هي انبنت سنه 316 ميلاديه، لها قصه عجيبه جدا في بنايتها. كان في المكان ده سنه 316 ميلاديه شاب بيحب ماريجنجس جدا، ودايما يقرا سيره الشهيد العظيم ماريجنجس، ودايما يتعزى بقرايه سيرته. بيحب ماريجنجس جدا. ظهر له ماريجنجس وقال له انا عايزك تبني لي كنيسه في نفس المكان. شاب ما عندوش اي امكانيات، ازاي هيبني كنيسه؟ ظهر له ماريجنجس مره ثانيه وقال له انا عايزك تبني لي كنيسه في نفس المكان، وانا هحدد لك مكان، المكان ده هو لما هتحفر فيه هتلاقي ما يكفي لبناء الكنيسه من الذهب والفضه. الشاب استغرب، ايه يحدد لي مكان وهحفر وهلاقي وحاجات زي كده، حاجات عجيبه جدا. ففعلا الشاب لقى ماريجنجس ظهر له، حدد له مكان، المكان ده هو الشاب حفر فيه، لقى فيه اناء فيه من الذهب والفضه ما يكفي لبناء الكنيسه. طب الكلام ده احنا بنقوله كده يعني بننقله اباء عن اجداد عن اجداد وكلام من ده؟ ده الكلام ده ابونا بطرس عمل كتاب، الكتاب ده هو اسمه كتاب الحصن، او سمى الكتاب باسم الحصن. الكتاب ده هو جاب فيه كل الوثائق اللي بتاكد القصه دي، كل الوثائق اللي هي بتاكد بناء الكنيسه بهذه المعجزه. وجاب ثمان وثائق، الثمان وثائق دول مسجلين في الاثار، الثمان وثائق دول موجودين وثيقه منهم في المطرانيه في القاهره، وثيقه منهم موجوده في كنيسه القديسه غرغارة بمصر القديمه، وثائق ثانيه موجوده في دير مرامينا بمرينا. وجمع الوثائق دي كلها والصور بتاعتها موجوده في كتاب الحصن. واحنا لما هنطلع المتحف دلوقتي هنلاقي ان صور من الوثائق دي متسجله بارقام موجوده في المتحف. الكنيسه اللي هي اتبنت سنه 316 ميلاديه تشيرها البابا الكسندروس اللي هو البطرك 19. وطبعا زي ما كلنا عارفين ان البابا الكسندروس هو الاب الروحي للبابا اثناسيوس البطرك العشرين حامي الايمان. لما نيجي نتكلم على الكنيسه الحاليه، الكنيسه الحاليه دي انبنت سنه 1890 ميلاديه. سنه 1890 ميلاديه. الكنيسه مرت بثلاث مراحل من الترميمات. المرحله الاولانيه سنه 1976، وفي لوحه موجوده في المتحف فوق مكتوب عليها تاريخ الترميم. الترميم الثاني كان سنه 2000، الترميم الثالث كان سنه 1998. في الترميم اللي هو سنه 2000 كان بتركز الترميم كله على الاساسات. طبعا المهندسين لما قوم يرمموا لهم شروط كثيره جدا موجوده في الجدران والابواب بتاعت الكنيسه، فقالوا احنا نبدا بالترميم طبعا مش من الجدران، لازم نبدا من الاساسات. هم شايفين الكنيسه متبلطه بالشكل ده والاجدال موجوده بالشكل ده ومش عارفين الاساسات موجوده ومعمول فيها ايه. فبداوا يحفروا تحت العمود اللي هو الاخراني ده، اول ما حفروا بداوا يحفروا، فضلوا يحفروا حوالين العمود لمسافه 3 متر. لقوا ايه تحت العمود؟ لقوا قاعده كبيره جدا مبنيه من الطوب. وبعد القاعده الكبيره المبنيه من الطوب ديت
موجود حجر كبير جدا تحت العمود، وهو حجر من النوع الصوال، وده حجر بيتحمل الصدمات وبيتحمل الاحمال. وبعدين لما بدأوا يحفروا تحت العمود الثاني ده، وبدأوا يحفروا ما بين العمودين وبعضهم، لقوا ان في جدران بتربط ما بين العواميد وبعضها. بس لقوا ان حاجه غريبه جدا موجوده في الجدران اللي بتربط ما بين العواميد وبعضها. المهندسين قالوا ان احنا ما شفناش حاجه هندسيه في الاساسات بالشكل ده. لقوا ايه؟ لقوا ان الجدران بتبقى موجوده عريضه جدا تحت العمود، والجدار الثاني عريض جدا تحت العمود، والحته اللي بتربط ما بين العمود والثاني واخده شكل ايه؟ منحنى. قالوا ده احنا نعرف ان الاساسات ان الجدران بتبقى عادله على طول. فلما بدأوا يبحثوا وشافوا ان المنحنيات ديت هي معموله ليه؟ قالوا ان المنحنيات دي معموله علشان تتحمل الصدمات اكتر، تتحمل الزلازل وتدي قوه للاساسات. بدأوا يعملوا الخرسانات بتاعتهم، وبدأوا يعملوا بقى الاقمصان الحديديه والحاجات ديت، لغايه لما تمت عمليه الترميم في الاساسات واتشيت الكنيسه سنه 2005. الفترة من 2005 ل 2018 بدأت تظهر شروخ تانية موجودة في الكنيسة. بدأت تتعمل عملية الترميم اللي هي في الجدران والأوبر اللي هي موجودة في الكنيسة، لغاية لما صارت الكنيسة بالجمال اللي احنا شايفينه ده. كنيستنا مبنية على طراز اسمه الطراز البيزنطي. والطراز البيزنطي ده بيتميز بالأعمدة المرتفعة، الأعمدة الرخامية، وبيتميز بالأوبر العالية جدا، وبيتميز بالأوبر المتسعة. تستغربوا جدا إن كل المباني بتاع الكنيسة دي ما فيهاش أي خرسانات خالص. يعني الأوبر دي كلها على ارتفاعها مبنية خطوط. وفي أجزاء مسطحة ما بين الأوبر وبعضها، تستغربوا إن الأجزاء دي بتاعة السقف برضه مبنية بالطوب، بس مبنية بطريقة المبنى. طب إزاي مبنية بالطوب بطريقة المبنى؟ جايبين كمر حديد حاطينه على الجدران، والمسافه ما بين الكمر والتانيه عاملين بنا بالطوب، بس البنا مش الطوب عدل كده، لان لو الطوب عدل كده محطوط جنب بعض كده هيجي واحد، لا ده عاملين طوبه جنب طوبه جنب طوبه كده بطريقه ايه الاول، بحيث لما يحصل ضغط من فوق الضغط ده بيزود مكانه السقف، والسقف كله معمول بالشكل ده. دي حاجه برضه من الطراز المعماري اللي المهندسين استغربوا جدا ازاي سقف معمول بطريقه الطوب الاول. كنيستنا فيها ايقونات جميله جدا، ومن ضمن الايقونات القديمه ديت اللي هي موجوده على حجاب الهيكل، ايقونات رسمها الفنان انستاسي الرومي. والفنان انستاسي الرومي ده فنان من القرن ال 18. الفنان انستاسي الرومي ده له ايقونات كتيره جدا 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 في جميع الكنائس القديمه. يعني كنائس مصر القديمه نلاقي مكتوب رسم الفنان انستاسي الرومي، وده فنان من الفنانين المشهورين جدا. تستغربوا جدا ان كل الايقونات الجميله الحديثه اللي هي موجوده دي، وكل الجداريات اللي هي موجوده دي، راسمها فنان من بيرما. شاب جميل جدا، شاب صغير، فنان عظيم قوي قوي قوي، له ايقونات كتيره جدا في كتير من الكنايس، وهو اسمه الفنان كرم اسكندر. لما هتروحوا كنيسه مارجلس ابو النجا اللي هي كنيسه الشهداء الابرار، اكيد هتروحوها يعني، هتلاقوا هناك برضه ايقونات كبيره جدا رسمها الفنان كرم اسكندر. كنيستنا مبنيه على الطراز البيزنطي زي ما قلت، الباب البحري، الباب الابني، الباب الغربي، فيها ثلاث ابواب. فيها اربع عواميد. العواميد دولت بيرمزوا للاناليل الاربعه. طب لو جينا نبص للعواميد اللي هي في الخارج بتاعت الكنيسه، في الدائره بتاعت الكنيسه من بره، هنلاقي ان هم 12 عمود، لا زودهم ولا نقصهم عن 12 عمود، ودول بيرمزوا الى تلاميذ السيد المسيح له النفس. كنيستنا بتتبان فيها نهضه روحيه، النهضه الروحيه دي في الفتره من 1/6 الى يوم 10/6 بتقام فيها القداسات وبتقام فيها العشيات. واجمل حاجه بقى ان يوم 10/6 بتخرج زفه من الكنيسه
الزفه اللي بما فيها الشمامسه بالاباء الكهنه، كل الاجساد اللي موجوده في الكنيسه، الايقونات، الصوبان، والزفه دي بتخرج خارج شوارع الكنيسه، بتخرج خارج حوالين الكنيسه، بتاخد لها ساعه او اثنين او ثلاثه، وزفه جميله جدا بيشارك فيها كل الشعب، وبيجي عدد كبير جدا من الشعب من كل الاماكن. كنيسه ثانيه اللي هي موجوده في الحوش، مش عارف انت شو دخلتها ولا لا، اللي هي كنيسه العذراء. كنيسه العذراء دي مبنى جديد، مبنى سنه 2005، بس كان في قبلها كنيسه قديمه جدا، بس كنيسه جميله وكنيسه صغيره كده، وما كانش فيها لا دكك ولا اي حاجه، كان فيها سجاد او حصن ما كانت موجوده زمان، وكان فيها سجاد بقى لما الدنيا اتطورت شويه، وما كانش فيها لا دكك ولا اي حاجه، وكانت الصلاه فيها جميله جدا ولها روحانيه جميله جدا. حاول المهندسين ان هم يحافظوا على الكنيسه بعمليه الترميم، ولكن اثناء عمليه الترميم سنه 2003 و 2004 سنه 2003 انهارت القبه الوسطانيه. وطبعا القبه الوسطانيه دي هي القبه الاساسيه اللي هي اساسا تعتبر سقف الكنيسه كلها. بس لما انهارت القبه الوسطانيه حصل معجزه عظيمه جدا في انهيار القبه الوسطانيه دي. المهندسين طبعا واقفين وبيعملوا عمليه الترميم، والعمال شغالين بيعملوا السقالات بتاعتهم، واللي بيحفر واللي بيعمل، وكله موجودين تحت القبه الوسطانيه. والمهندسين موجودين معاهم لان هم مش عارفين عمليه الترميم هتوصل لايه، لان المبنى قدامهم متهالك. وبعدين العمال والمهندسين قالوا يلا ايه، نقعد ناكل لقمه مع بعض. هيقعد ياكل فين؟ هياكل في الحوش بتاع الكنيسه. هو العمال لما هياكلوا مع بعض هياكلوا وقت قد ايه؟ يعني هيقعدوا في الاكل وقت قد ايه؟ عمر ما بتزيد عن 10 دقائق او ربع ساعه. في خلال ال 10 دقائق او ربع ساعه اللي هم بياكلوا فيها ومتجمعين مع بعض في حوش الكنيسه، انهارت القبه الوسطانيه. وطبعا لما انهارت القبه الوسطانيه عملت صوت فظيع جدا، جم الناس اللي هم حوالين الكنيسه عارفين ان الكنيسه بتترمم، وشايفين الترابه طبعا من القبه من الكنيسه، شايفين الترابه طبعا من الكنيسه، يعملوا ايه؟ دخلوا على الكنيسه، فطبعا مفكرين بقى ان كل العمال ايه؟ ماتوا بقى في ايه؟ في الكنيسه. فقال العمال ابوهم قال لهم لا، احنا كلنا موجودين وكلنا كنا بناكل مع بعض، وما حصلش اي حاجه. فمعجزه كبيره جدا ان ما حصلش اي اضرار في العمال والناس اللي هم شغالين. زعلنا قوي قوي ان انهارت الكنيسه بالشكل ده. وبعدين ربنا رتب وبنى كنيسه جميله جدا، كنيسه احسن منها، وكان ممكن تتم عمليه الترميم وكل حاجه، ولكن ممكن كانت تنهار في اي وقت. فربنا بيبقى ليه ترتيب وبنت كنيسه جميله جدا. احنا عندنا متحف فوق، المتحف ده فيه مخطوطات، فيه حاجات اثريه من الكنائس القديمه. الكنيسه دي بقى دشنها البابا كيرولوس السادس سنة 1960، وعلى فكرة دي الكنيسة الوحيدة اللي دشنها البابا كيرولوس. البابا كيرولوس كان لما بيبقى فيه تدشين أي كنايس كان بيبعت أصحفة أو مطرمة، لكن دي الكنيسة الوحيدة اللي دشنها البابا كيرولوس. طب نسأل سؤال، ليه احنا بنحتفل من 1/6 إلى 10/6؟ مفيش لا عيد ولا كرتس ولا أي حاجة. طبعا عيد تأسيس الكنيسة، لأن تأسيس الكنيسة سنة 316، ودي أول كنيسة انبنت في القطر المصري على اسم مراجيرجس، طبعا لازم يبقى عيد واحتفال كبير. الكنيسة الأولانية اللي انبنت على اسم مراجيرجس في العالم كله في مدينة الليد بفلسطين. أرجو إن أنا أكون اديتكم فكرة كده سريعة عن الكنيسة، أن نزور المسار ونزور المتحف فوق، في حاجات جميلة جدا. Exeios, beijos,
الذي في السماوات.